إذن من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. يعني دكتور أحمد، يعني رغم توقعنا للكثير من مشاهد التعذيب في السجون، سجون الاحتلال، إلى أن يعني حينما نشاهد الصور يعني نشعر بالمفاجأة من فظاعة هذه الممارسات الإسرائيلية الوحشية. كيف يمكن تصعيد هذا الأمر يعني، وكيف يمكن محاربة السردية الإسرائيلية بمثل هذه الصور؟ اسرائيل لم تعد، صباح الخير اولا، اسرائيل لم أهلا. تعد تخفي فضائحها ولا جرائمها على فكره، بالعكس هي كانه معنيه بان تصدر هذه الصوره، صوره الوحشيه المفرطه، صوره تجاوز القانون، تجاوز القيم الانسانيه. لاحظوا في الانصارات تقريبا 1000 فلسطيني ما بين قتيل وجريح، بين شهيد وجريح، وهي عمليا يبدو انها معنيه بهذا الامر في ازدياد ايمان في هذه المنشأة العسكرية الإسرائيلية المخفية، والتي حاولت إسرائيل أن تبعدها عن الهيئات الدولية، عن الصحافة، عن كل شيء عمليا، ولكن أيضا كأنها كانت معنية بتسريب الحكايات والقصص المرعبة التي تجري في هذا في هذه المنشأة في ازدياد ايمان، بمعنى كيف يتم ربط المعتقلين الفلسطينيين بالأسرة، وأن يوضع وأن لا يذهبوا حتى إلى الحمام، يعني يقومون بكل شيء وهم مقيدون بالأسرة، بالإضافة إلى الضرب والتجويع والتعذيب أيضا بكل أنواعه بكل أنواعه. إذا بالتالي واضح أن إسرائيل لم تعد تهتم، واضح أن إسرائيل تعطي نفسها الحرية الكاملة والتبرير الكامل من أجل أن توقع أبشع الفظائع بالشعب الفلسطيني، متذرعة بأنه هناك جريمة كالجريمة بعد، هي أكبر جريمة بعد الهولوكوست. إسرائيل قادرة على التبرير، قادرة على الابتزاز، قادرة على غسل الدماغ، قادرة على التلاعب بالعقول وغسل العقول أيضا. ولذلك حقيقة كيف يمكن لنا أن نقول العالم ذلك؟ واضح أنه لم نعد وحدنا سيدتي، لم نعد وحدنا، هناك كثير من الشعوب، طبعا اخوتنا وشقائنا العرب وايضا الشعوب الاخرى اللي هي لا عربيه ولا مسلمه على فكره تقص معنا، لانه ببساطه شديده هذه القضيه الفلسطينيه، الصراع الفلسطيني الاسرائيلي صراع خير وحق امام شر وباطل. لهذا السبب انت ترين انه العدل هي غريزه طبيعيه لدى الانسان، ولهذا السبب نرى الدول بعيده عنا جدا تنضم من اجل الدفاع عنا. لم كما قلت لم نعد وحيدين، وحتى لو كان عندنا أدوات قليلة، أدوات بسيطة، حتى لو كان إعلامنا قاصر، حتى لو كنا أقل قدرة على التبرير والكلام والعرض، ولكن أيضا هناك من هو يدافع عنا أيضا. ورغم ذلك يتأخر العدل دكتور أحمد، يعني العدل أعرج ولكن يصل، العدل أعرج طول عمره ولكن يصل في النهاية، وهذه هي روعة الحياة، أنه نحن نحلم بيوم قادم الحق فيه سيصل والعدل ايضا سيصل رغم العرج زي ما كان سيدنا علي وكلام من اجمل ما يمكن، انه ما تستوحي في الطريق الحق لانه لكل السائرين فيه، طول عمر الدنيا هيك سيدتي. طيب كيف يمكن استثمار يعني هذه هذا الحراك الدولي، لانه هو يتسع، وفي الحقيقه كما ذكرت وكما اشرت الى انه يعني العدل اعرج ولكنه يصل في النهايه، كيف يمكن استعجال الامر؟ هذا سؤال جدا مهم صحيح. بصمود، بصمودنا، حتى اكون هنا واضح، بصمودنا، بعرف انه قديش الالم في غزه وفي الضفه الغربيه، وكل فلسطيني على فكره، كل فلسطيني تحت هذا الكوكب معذب، معذب بالوثائق، بالملاحقة، بالتوجس منه، بمحاولة توظيفه. احنا للأسف يعني على 100 سنة احنا الشعب الفلسطيني كتب عليه انه يتشرد هكذا، وانه يتم سلب هويته منه وسلب ايضا حتى تعريفه لنفسه. لذلك الصمود، الصمود على مرارته وقسوته وألمه، الصمود مهم، لانه بدون صمود، بدون مطالبة، بدون مواجهة، الأمور سنتحول إلى أقليات وسنتحول إلى ناس بدون هويات. ولاحظ أنه إسرائيل شو تعمل فينا وإحنا في فلسطين التاريخية، قسمتنا 4-5 أقسام عمليا، هي تفكك المجتمع حتى في الضفة الغربية، تحاول أنه تفككنا
من خلال المحافظات والحواجز والنهارات المختلفة. لاحظوا الآن أنهم يريدون أن استفراد غزة ويفصلها عن الضفة الغربية. مسألة التفكيك هذه دائما حقيقة دائمة ومستمرة. إذا لتسريع هذا الحق هو الصمود فقط، الصمود بكل معانيه، الصمود اللي هي مش بس قدرة الفصائل أو قدرة النظام السياسي عندنا، لا، قدرة الفرد. ولاحظوا في غزة مثلا كيف أنه الفرد الفلسطيني كيف استطاع بألم شديد أنه يعني يتفوق على الواقع اللي هو فيه. الفرد الفلسطيني تعود أنه يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه، كيف يتكيف، كيف يرد، كيف يجعل من هذا الواقع أيضا منطلق للصمود. باختصار شديد في الضفة الغربية هنا ونحن نعيش حياة سيئة وقاسية، كيف احنا الفلسطينيين بنعيش بطريقة تدعو إلى الفخر؟ وبالتالي لهذا السبب صمدت الأسرة، صمد الفرد. وعلى فكرة بدي أقول شغلة وقد تكون غريبة شوي، إنه أكبر وأهم مؤسسة صمدت في تاريخ الشعب الفلسطيني هي الأسرة الفلسطينية، الأسرة التي تتحمل كل شيء من أجل تعليم أبنائها ونقل لهم كل التراث والتقاليد والعادات المهمة واللغة إذا بالتالي الأسرة الفلسطينية هي أكبر وأهم وأروع مؤسسة بقيت صامدة من أجل صد العدوان الإسرائيلي. وجزء الفلسطيني بيفهم شو بقول تماما، لأنه إحنا معرضين لكل أنواع التفكك من الجريمة لكل شيء. باختصار إذا الأسرة الفلسطينية هي أقوى وأهم مؤسسة صمدت طيلة هذا التاريخ. صحيح، يعني وأيضا الصمود يورث. الحراك الدولي دكتور أحمد، يعني مارتن جريفيث نفسه أضاف في تصريحاته إلى أن هناك تضامن دولي من أجل تعزيز دعم المدنيين في غزة. أين يذهب هذا التضامن؟ يعني إذا كان كل هذا يتم في ضوء ما يوصف بالتضامن الدولي الواسع، للأسف في التضامن الدولي خاصة في الغرب، يعني الغرب الاستعماري أقصد، لم يتحول إلى أحزاب، لم يتحول إلى حركات، لم يتحول إلى لوبي كبير يضغط، ولهذا تم امتصاصه يعني إلى حد كبير، تم تجاوزه إلى حد كبير. لاحظ في أوروبا الآن في انقلاب حقيقي، اليمين المتطرف ينجح، واليمين بكل أنواعه ينجح في أوروبا. هذا الأمر طبعا لا أريد أن أستعجل الاستخلاصات، ولكن عندما ينجح اليمين معناته هناك في أسئلة كثيرة ستطرح على النظام الرسمي الأوروبي، أنه في كل اختياراته في كل انحيازاته لأوكرانيا لإسرائيل، يعني ممكن هذا جدا يتم إعادة النظر فيه. هل نجاح اليمين في أوروبا هو نتيجة لما جرى في شوارع أوروبا؟ هذا الواحد بدوش يستعجل سريعا بالكلام. في أمريكا أيضا تم محاولة القفز عن هذه المظاهرات وهذا الدعم الكبير من خلال تتعين أنه كيف الكونغرس الأمريكي بوقاحة شديدة، بوقاحة منقطعة النظير، اصطدم مش بس اصطدم، هدد المحاكم الدولية الجنائية والعدل علنا، هددهم تهديد. هذا لم يحدث من قبل على فكرة، يعني لأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية يحدث أنه الكونغرس الأمريكي، أمريكا نفسها تهدد القانون الدولي وإسرائيل تهدد الأونروا. يعني عمليا هل أمريكا وإسرائيل قاعدين بغيروا النظام الدولي القائم؟ وهذا طبعا ربما هو مقدمات لميلاد نظام دولي جديد. النظام الدعم الدولي حتى اللحظة لم يترجم إلى حركات أو لوبيات ضاغطة على حكوماتها. ولكن أيضا حتى نكون موضوعيين، العمل الدولي هو بطيء وربما أقل حسما مما نريد، أقل أبطأ مما نريد، ولكن أيضا هناك تحركات دولية على خجل، على استحياء، مثلا الحركة الجنائية الدولية والعدل الدولية، لاحظوا أنه لا يتم الاستجابة لهما. المواقف الأوروبية المتعددة لم يعني ليست حاسمة، الدعم ما سمي بالائتلاف الامريكي الاسرائيلي هو عمليا لاسباب انتخابيه ولاسباب داخليه اكثر منها لا سواد عيوننا، بالعكس من ذلك تماما. اذا امبارح الاجتماع اللي صار في البحر الميت اجتماع مهم اكيد مهم، والكلام مهم، ولكن ايضا في نهايه الامر مع احترامي لكل المشاركين كانوا في تمنيات كثيره
ليس هناك بمعنى الضغط على إسرائيل، بمعنى أنه إذا لم تفعل إسرائيل كذا فسنفعل كذا. كان في تمنيات، كان في مواقف، ولكن ظلت يعني ظلت في 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 دائرة الأمنيات والدعوات يعني. وبالتالي الدعم الدولي حتى اللحظة لم يصل بعد إلى إيقاف المذبحة، لم يصل بعد إلى إدخال المساعدات، لم يصل بعد إلى محاكمة إسرائيل. وبالتالي الدعم الدولي للأسف يعني سننتظر أيضا، سننتظر التغيرات إن شاء الله التي ستحدث. إذن دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، شكرا جزيلا لك.